رحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف بن شيخ من اختار، رونار أم خلوتيتش؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. تعالوا نسمع بن شيخ ماذا يقول. علاقة طيبة جدا مع هذا الرجل. تخيلوا أحيانا أنه لما كان يحدث خلاف بين روراوة وألي لوزيتش، وليد صادي هو الذي كان يدخل بين الرجلين من أجل إصلاح الخلل. يقولون بأنه وليد صادي يعني شخصيا يفضل ألي لوزيتش، ولكن المشاورات والدائرة المحيطة بوليد صادي اقترحت عليه رنار. أنتم ما رأيكم بالشيخ؟ ما تقوليش ما تحدثش عن الناخب الوطني لأنه يهم من الجمهور الجزائري. أنا في زوج عندهم اكسبيرينس بصح. أنا لو كان ترجع ليك غادي يطلبوا رأيك. استنى بالعقل يا مهند، شحال تحب تيريفي أنت؟ أنا يا هيرفي رونار ما نعرفوش، الآخر سمعنا عليه كثير أكثر من هيرفي رونار. مين نقول لك كاين سيرتان جواب يطلبوا مدرب، يكون يتمناو بليتو يكون عند يجيهم مدرب اللي عنده شخصيه ويمبوزي روحه مع اللاعبين. هو عنده في زوج عندهم شخصيه قويه، يمبوزي روحهم مع اللاعبين، ما يخليهاش ما يكون اللاعبين ما يديروش واش يحبوا. وهذه يعني انا عارف واش راني نقول لك. انا نقول لك كالكو جواب. لكن بن شيخ عطي لي رايك، لو يشاوروك بين رونار والي لوزيتش ما تفضل؟ انا قلت لك انا في رونار. رونار ما رونار عنده كاسين افريقيه بصح الاولى داها في نص طريق مع زومبيا، حكمهم قبل البطوله بشهر اعتقد. ايه فوالا وداها. انا والله غير لي دو الاخر يعرف ليكيب ناسيونال وعندهم علاقه كما راك تقول، والاخر رونار الا دو ليكسبيريونس دو كوب دافريك. اسكو سي ان اونترينور كي سامبوز؟ هذه ما نعرفهاش. نعم انا هو يعرف، انا ما نعرف. شخصيه خلاص ولا عنده شخصيه قويه؟ من تفضل بينهم؟ والله غير صعب الاختيار محمد. انا شوف ما تحرجنيش نختار، قول لي. انا راح نختار، ما عندي حتى مشكل. انا قال شوف الي لوزيتش مليح وعنده مشروع لاعب ويطور اللاعبين. كنا تكلمنا بالامس انا وياك في الكواليس، قلت لك يا محمد من بين مع عيوب بالماضي انه ما طور ولا لاعب في المنتخب الوطني الجزائري. قلت لي كيفاش؟ قلت لي مهمه الناخب الوطني ماشي تطوير اللاعبين. قلت لك لا، الناخب الوطني يكون ناخب وطني جيد يطور اللاعبين. يشوفوا ثلاث مرات في العام يطوروا. يطوروا ماشي يطور في النادي وليس في المنتخب. ماشي تلعب خطرات. اعطيتك الدليل. معليش قبل وصل لي على الي لوزيتش. قلت لك الي لوزيتش، اعطيتك الدليل الي لوزيتش. قلت لك الي لوزيتش خرج لنا سليماني، خرج لنا سوداني، كانت ثنائيه رائعه، هي من بين الثنائيات الاكثر تسجيلا في تاريخ كره القدم الجزائري. بالكالر طور لاعبين محمد. مشكلة الي لوزيتش هو انه تقريبا في كل منتخب ما يكملش، يروح يدخل في صراع مع الاتحاديات ويروح. حتى في اليابان، اليابان عاقلين وما تفاهمش معهم وراح محمد. واخرا في المغرب ايضا قائد المنتخب المغربي السعودي ما تفاهم ولا مع المنتخب هذا. واش تخاف؟ ماشي مليح. تخاف هذه النقطة، تخاف يزيد يعاود يبدا مشاكل هنا في الاتحادية. لذلك انا بالك نميل اكثر لهيرفي رونار، لانه هيرفي رونار عنده كأسين إفريقيتين. ما نهضروا بالنتائج، عنده كأسين إفريقيتين، داها مع زومبيا لما كانت زومبيا غير معروفة، واحد ما يعرف المنتخب الزومبي، وداها مع كوت ديفوار اللي حياتها كاع ويا بين الوجوب تبحث عن كأس إفريقية. جاء هيرفي رونار داها، وثالث عنده أفونتاج محمد أنه يعرف الجزائر ويعرف العقلية تاع اللاعب الجزائري، بما أنه كانت عنده تجربة في اتحاد العاصمة، يعرف مليح كرة القدم والخبايا في الجزائر. فكرني في واحدة برك جست اون مينوت. الي لوزيتش لو كومبورتمون تاعو مع اللاعبين هي ان بروبليم هنايا. لو كان تعرف علاش تنحى مع المغرب تفهم بيرسوناج. مشكلته مع اللاعبين. انا نعرف اكزاكتومون مع المشكل اللي كان عنده مع اللاعبين واللاعبين اللي طلبوا. سياش كان عنده مشكله كبيره مع ماشي غير سياش. لا وبدوار وبدوار واللاعبين طلبوا، هما اللي طلبوا. دونك هنا اللي اسكو افيك سيت اكسبيريونس يقول لك انا كومام نغير روحي من هذا الشيء. احنا ما نتكلموش على الخدمه، نتكلموا على الكومبورتمون.
نعم هذا هو المشكل. نعم نعم، لكن انا ربما اوافق الامين بن شابير واطرح سؤال على بلاد زيري. اذا تحدثنا عن الجزائر، اكثر معرفه بالجزائر وبعقليه الجزائريين هو إيرفيرنا، يعني يشتغل هنا في نادي اتحاد العاصمه، يعرف كثيرا الجزائريين بحكم انه فرنسي. نعم علي لوزيتش ايضا يعرف العقليه الجزائريه، كان عايش هنا في الجزائر. علي لوزيتش كان يدرب المنتخب، كان عايش هنا في الجزائر. واكثر معرفه بافريقيا اعتقد رينار، درب عده منتخبات افريقيه ونجح معها، فاز بكاسين افريقيتين ودرب منتخب زامبيا في 2009 لما لعبنا معهم احصائيات كاس العالم، كان مدرب زامبيا. علي لوزيتش سنه 90 99 و98 كان في الرجاء كازابلانكا، يعني خدم في افريقيا وفاز معهم. من تفضل والله الرئيس، رئيس الاتحاد هو درى بذلك. لا لو كان يشاوروك بلال، حتى لو كان يشاوروك يقول لك بلال عندنا هذين الاسمين بماذا تنصح؟ اليوم علي لوزيتش خدم في الفريق الوطني، يعني جاز على الفريق الوطني وعرف ودار كوس كاس افريقيا، يعني اون دو فوا جو كرو. لا دار مره معنا كاس افريقيا ولا لا لا ما دارهاش، كان 2013 2015 استقال بعد كاس العالم وجبنا كوركي وجا كوركي دار دي بطوله افريقيه وكاس العالم مع السينيغال ولا كوت ديفوار. لا لا الدور الاول، دور ربع النهائي. لا لا الدور الاول مع كوركي. لا مع علي لوزيتش، مع كوركي. علي لوزيتش خرجنا فازوا علينا تونس في المباراه الاخيره وخرجنا. لا كوركي انهزمنا مع كوت ديفوار، مع الكوت ديفوار في الربع النهائي. انت تقول لي شكون رونار ولا علي لوزيتش؟ بتات لا جوناس بالك رونار. رونار يكون محمد عندهم برسك لو ميم بروفيل في التسيير للمجموعه، لكن علي لوزيتش، علي لوزيتش عنده حاجه اكثر منه، الخبره تاعه ولعب كلاعب كبير، لعب دولي والاخر لعب شويه في السن على التواصل مع اللاعبين الشباب. معليش علي لوزيتش عنده طريقته الخاصه باش يسير المجموعه. لازم يدخلوا في العلم النفس. علي لوزيتش وين جاز نادي ولا فريق وطني دي من يروح على ريبتور مع لي جوار، يخلق لهم سيتياسيون دو ريبتور. هو هذيك السيما تاعو، يقول انا نكري لا ليميت تاع لا ريبتور مع لي جوار، نطلب منهم المستحيل اللي يقدر يفوت الخط هذاك تاع لا ريبتور، هذاك نصيبه ونسحقه والفريق الوطني يستفاد به. ولا لاعب ما يقدرش الضغط قيد هو يدير، باسكو هو يدير الضغط على اللاعبين في المصلحه تاع المجموعه، يتيستيهم سي لو بلان مورال. جوار اللي يجوز هذاك الضغط هذاك راه اللي لوزيتش يخدم به. جوار اللي ما يقدرش، بوكو جوار في الكاريير تاعو دي كرون جوار في لي كلوب وفي ليزيكيب ناسيونال حوزهم، ولكن هنا هو اليوم خدا خبره كبيره، حبسوه من كل فرق اللي اهلها لكاس العالم ثلاثه ولا اربعه، يطلب يعطولو لاكارت بلونش، ما يدخلوش روحهم فيه، ما يدخلوش روحهم فيه. هو هذيك طريقه العمل تاعو. طردوه ايضا من كوت ديفوار، ذكرت من كوت ديفوار. شوف كوت ديفوار، كوت ديفوار هو كوت ديفوار هو كاليفيهم لا كوب دي مون. كنا في لا كوب دافريك تما تاع 2010 هو كاليفيهم وجمعهم لا كوب دافريك. هو في لا كوب دافريك اللي نهار الفريق الوطني تغلب عليهم 3-2 في كابيندا، هو مع الفريق الوطني وفي المقر الاتحاديه انشيلوتي هذا تاع اللي راه واللي راه عطينا تاع ريال مدريد، كان في تشيلسي، كانوا هما ادلاو بالرغبه تاعهم الاتحاديه الايفواريه باش يجيبوا ناخب اوروبي بمستوى عالي. هذا انشيلوتي بعد رساله اون دوموند بور دوموند دومبلوا، كان في تشيلسي قال لهم من قبل نجي نخدم معكم كاس العالم، هذا انشيلوتي. ومن بعد هما في الاخير وقال راح داو اريكسون هذا اريكسون. علي لوزيتش هذه الامور ما يتقبلهمش، عنده طريقه العمل تاعو، وكما قال لك علي ما يخليش جوار يملي عليه واش يدير. نعم بلا نختم باقصاء تونس اليوم، تونس تلتحق بالجزائر، نقطتين فقط. نقطتين كما الجزائر.